بس تعالوا بقى نشوف حاجة مختلفة جدا، وهي يمكن بيكون عندنا دايما تعقيب على فكرة التداخل مع الحالات التحكيمية. كابتن أحمد الشناوي في الاستوديو، تعالوا نشوف كيف تم تناول لعبة التسلل بتاعت الداخلية، وحطوا في اعتباركم إن عمرو الشناوي نجل كابتن أحمد الشناوي كان هو اللي على الفار. مشاعرك وانت بتتفرج على الماتش يا عيني وابنك بيبقى على الفار. انا ابني في البيت في شغلي ما اعرفش ابني. لا لا بص بص بقول لك ايه، بقول لك ايه، ما انا بتكلم بامانه يعني. خلي يعني بالك حازم امام ايامنا، خلي بالك. بص يا بص يا بص يا بنقول الكلام ده. بص انا عايز اقول لك، انا ممكن دي برضه شغاله، لكن دي شغلي، ده شغلي دلوقتي، انا في شغلي. ماشي. فهنا لاعب فريق الداخليه محمد نجيب قدمه هو اخر جزء بالظبط كده ولا غلط؟ تمام. فحط العلامه عليه وراح على اخر جزء من المهاجم، من اخر مهاجم، وحط علامه عليه اللي هو كتف لاعب النادي الاهلي. تمام. خدت بالك؟ فلما لما هو حط النقطتين بتتاخد النقاط دي وبيدخلها على جهاز هو اللي بيطلع الخطوط دي. نعم. لو كان كتف اللي عليه النقطه اللي عليه بتاع النادي الاهلي، لو كتف لاعب النادي الاهلي باين زي ما حذاء لاعب الداخليه باين، كنت اقول لك الكره ليست تسلل، ولكن حذاء لاعب الداخليه زي ما انت شايف باين لنا كويس جدا، ولكن كتف لاعب النادي الاهلي متقدم. احنا عشان خاطرك هنقول واضح، لكن هي لا فيها تسلل ولا يحزنون. بص يا لكن عشان خاطرك هنقول بص يا واضح. ماشي يا كابتن. سؤال، هل كتف لاعب النادي الاهلي باين على نفس الخط؟ انا بسال بس عشان ردوا عليا. انا عايز اسال سؤال يا كابتن. هو الدراع محسوب؟ لا، الجزء ده يتحسب من الجسم، لان دي لو جت فيه لحد الكوع. انا هي الحته دي، الحته دي مش لحد الكوع. انا بسال، انا عارف لحد الكوع. لا مش لحد الكوع، الجزء ده يا كابتن. انا فاهم يا كابتن. انا بس بياخد منك، انا باخد منك الاجابه يا كابتن. لحد هنا اوفسايد؟ لا، لحد الحته دي ما جاب كده. انا فاهم. ما هو بيجاوبك. ماشي. لحد هنا، لحد هنا. قبل بقى الصوره، بص الكتف بتاعه من فوق، الكتف بتاعه من فوق يا كابتن، اهو لاعب النادي الاهلي اهو، الكتف بتاعه اهو، الخط جاي عليه. خلي بالك لو انت بصيت هتلاقي خط ازرق وملامس لقدم محمد نجيب، وخط احمر هو اللي ملامس لاخر جزء في. بص يا كوتش، هي النتيجه 4-1 في كريم. هي النتيجه 4-1. نعديها يا كابتن. هي النتيجه، هي النتيجه 4-1. بص يا كابتن، بص يا كابتن، اصل هي لقطه جدل يعني فيها نقاش. خلي بالك، ما احنا عايزين نوصل لحاجه مهمه برضو يا كباتن، عشان مش للماتش ده، للماتشات الجايه. الحكم طالما حط النقاط صحيحه. نعم. ما تسالهوش الجهاز اللي طلع ده. ما احنا عاشور ما قلنا نفس الكلام. اخر يوم عاشور وفاركو كان نفس الكلام. في ناس حطت نقط غلط في كل الاحوال. لا، نقط محطوطه صح. مش بتكلم على هنا يا كابتن. قبل كده في ناس حطت نقط. عشان وقتنا، عشان وقتنا خلاص. النقاط هنا مظبوطه. احنا لاجل خاطر الكابتن الشناوي وعشان تبات النهارده في البيت تمام التمام 100 100، احنا بنمشيها اوفسايد. انا بهزر معاك يا كابتن الشناوي، انت بتنورنا وتشرفنا. بصوا بنقاط سريعه وبنفس روح كابتن شوبير في التناول مع كابتن احمد الشناوي. يمكن اولا لازم اثني على كابتن عماد متعب، لان هنا في المكان ده انتقدناه كتير جدا في ان بعض اللعبات بيكون تستدعي ان انت تشاور، مش منطلق ان النادي الاهلي تديله ما ليس حقه، ولكن طالما اللعبه حمالت اوجه زي ما كابتن عماد متعب نفسه قال ان اللعبه تحتمل ابداء الاراء، فقلنا ان طبيعي ان تبدي الراي اللي في الجزء اللي مع النادي الاهلي طالما هو فيما يدعم ان هو صواب. فطبعا بنثني على كابتن عماد متعب، لان ده الطبيعي وده اللي بنشوفه من كل الناس اللي موجوده في الاستوديوهات، وميولها بتكون واضحه احيانا في لعبات ما فيهاش حماله الاوجه زي دي، او ما فيهاش اصلا اي امكانيه ان يكون ناديها ليه اي احقيه فيها. فده ده اللي اصبح الطبيعي، مش ده الطبيعي. ده طبعا وللاسف، ودي مشكله كبيره جدا. انما الجزء الثاني يخص كابتن احمد الشناوي. طيب انا مش عايز اقصى على كابتن احمد الشناوي، لان هو كتير جدا الراجل ده بيتحمل ضريبه ان هو بيتعمد يقول وجهه نظره وقناعته بخلاف رغبات البعض، فمش هنيجي برضو نناقض نفسنا هنا. وهي للامانه اللعبه فيها، يعني لو القرار تسلل تحتمل، ولو القرار ان ما فيهاش تسلل ما تقدرش تقول ان ده خطا، فاللعبه فيها جدل. ولكن كابتن احمد الشناوي من البدايه للنهايه كان الخط
اللي بيدعم عدم وضوح وجهة نظره هي فكرة ان ابنه اللي موجود على الفار. فانا بتمنى ان في الحالات المماثلة او في المباريات المماثلة يعني عشان نعفي كابتن احمد الشناوي من الحرج ده ما يكونش هو اللي موجود في تحليل الحالات الفنيه للمباراه، وليس فكره ان هي لا كان في حاله في البنك الاهلي اوضح بكتير وكان فيها مشكله وكان عندنا مشكله واضحه مع كابتن احمد الشناوي فيها، وللامانه كنا بنفس الوضوح وقتها. ولكن اتمنى ان الموضوع ده يا جماعه في حلول كتير جدا وفي ناس بتحلل التحكيم كتير جدا وهم ايضا محللين تحكيم جيدين ولهم اسمهم، ف نحل المشكلة دي بأن ده ما يكونش حاصل عشان ما يتحطش في حرك طول الوقت تبرير أن رأيه نتيجة أن ابنه اللي موجود على الفار، لأن خصوصا أن كان في سابقة بتاعت البنك الأهلي هتخليك دايما تستحضر أن ممكن الرأي ده على نفس الشكل.